اسمه؟ فندق الهيرتج. الكامرون هايلاند. الغرفة من نوع سوبيرير. طبعا بانيوم. شاور. لا توجد شطافة. شوف هنا توجد شطافة. سوبيرير مستوى يعني عادي لا بأس. ثلاجة موجودة. شاشة مسطحة. طبعا غرف وسيعة بس مستوى عادي. ثلاث نجوم في فندق الهيرتج. تصوير شركة المحيط للسياحة في ماليزيا. طبعا في هنا بلكونة. هنا في باب يجي على البلكونة هذه. بس الإطلالة في هذه الغرفة لأنها في دور واطي. فليست في إطلالة ممتازة. لكن لو كانت دور عليا بتطل على الغابة هنا. أفضل يكون إطلالتها. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في ماليزيا. الغرفة نوع سوبيرير فندق الهيرتج الكامرون هايلاند.